السلام عليكم. احنا الان كنت واجدوا بمنطقة سيدي مومن، بالضبط كريان طوما، وبالتحديد الجيد كريان الشابو اللي هو جزء من كريان طوما، اللي اصبح سوق كبيرة تجارة المخدرات، واللي كيترأسوه اخوين اللي هو الاسم ديالهم رامي حمد رامي عبد الرحيم، اللي عليهم اكثر من 140 مذكرات بحت. اللي كيف ما كتشوفوا دابا كيتوافدوا، عندهم عدد كبير من الزبائن اللي كيزودهم أنواع عديدة من المخدرات. كيف ما كتشوفوا الآن هاد الزبائن اللي يتموا بفحص البضاعة اللي شراوها، كيف ما كتشوفوا توافد الزبائن توافد بكثرة. الآن نتواجدوا في منطقة سيدي مومن، ضبط كريان طوما، يتواجد به كريان الشابو اللي هو جزء من طوما، يصبح سوق كبيرة لتجارة المخدرات. ما كاين اخويا، كما كتشوفوا حنا دابا في السوق اللي كيترأسوا اخوين رامي احمد ورامي عبد الرحيم، اللي كما كتشوفوا كيتجذبوا بكل هدوء وحرية. اللي كما كيعرف كل شيء هادشي بإذن السلطات المهنية بالمنطقة.
كويس زين. شنو اللي مزيان ديال 60 ولا 40؟ خربي العام سير العموميه سير العموميه